موزيك اف ام تبع الموجة. قول فما ممثلين اذا نجم نقول معناها محبوبين ومعروفين دونك كي توجدوا في عمل ذيك هاو معناها كي تشوف البلدان العربيه الكل يختاروا باغ اكزومبل قداش من عام يسرى تخدم ليكيب هي بيدها ولكن المسلسل يتغير معناها اما الفريق كي يلقى روحه ناجح لما ليك اذا كان يواصل مع بعضه كوثر معناتها ما تلاحظش انه فما ممثلين سيء يتقال عليهم سيء هذو ممثلين تاع سيت كوم سيء صافي ان بون مومون ولينا نقولوا كامل تويتي سيت كوم منى نور الدين سيت كوم كوثر باردي بالاساس سيت كوم وتنجم تعمل دراما انا اللي هدي النجم نكون رايي مغاير عليك على خاطر نقولوا كي تقول منى نور الدين عملت من تاع روسيه عملت خطه على الباب نحكي من مده تحكي لي على حاجه عندها 10 سنين مش الممثلين ولاو المخرجين هما اللي راهم لا الاعمال التلفزيونيه ولات لازم كل عام تعمل سيت كوم كاني موضه جات والوجوه هي أي. دونك ليه الوجوه تقريبا مش هي معناتها كل مرة فما وجوه أخرى نفس ممكن الممثلين اللي عندهم الأدوار الرئيسية أي صحيح تنجم تقول ممكن اختيار المخرج للممثلين اللي يراهم في المسلسل في سيت كوم بالأحرى ما نعرفش ممكن ياسر دار الوزير مسلسل ولا سيت كوم توا احنا متحيرين هو انا هو سيت كوم على خاطره ممكن في مكان واحد مسكر اما شفنا مشاهد خارجيه شفنا مشاهد خارجيه اللي هما الجنينه اللي هما الكلوب بقي في اطار واحد معناها ما فماش مشاهد خارجيه بالمفهوم المشاهد الخارجيه وقته طويل شويه وقته طويل صحيح اكثر من نسيبتي العزيزه مثلا ولا اكثر من شوف لي حاجه معناتها اطول شويه سيت كوم باتجاه انه يولي مسلسل ويخد دورة خطف دورة على اليمين لا مش مسلسل اللي دولي بيقي سيتكم طويل طويل شوي كوثر بصراحة ليش مش نسيب تعزيزة ثلاثة معناتها الأولى نجحت الثانية نجحت أكثر أي لا لا ما إجا نقولك اولا الله يرحمه سفيان الشعري جاته رحمة توا في رمضان ما يتعوضش أنا هكا رأيي سفيان ما يتعوضش والفريق بدأ مع بعضه معناه سفيان ومدام منى وكمي وفرحات ويونس معناه لما هذيك إذا كان مش تجيك مات سفيان نعوضوه بحد آخر ما يتعوضش حتى حد ما نجم يختفي سفيان تختفي الشخصية احنا نفسيا ما تنجمش تخدمها تخدم فهمت هي شنية الحكاية ما فما زادة حساس فما ليكيب الكل كمخرج ككاتب كممثلين باش تدخل على حاجة وانت تعرف خيال العبد ذيك معاك يدور وهنا قال وهنا عمل وهنا ما نجموش نخدموها فهمت حاجة ومشيت معاه احنا الكل كان هكا راينا معناها ونسمة زيدة كانت رايها هكا لانهم هما داكور دوراو العمل ناجح ويقول لك نجموا بالكش نواصلوا ولكن هما من بعد هما بيدهم رايهم اللي لا مات سفيان الله يرحمه دونك حاجة اخرى به نمشوا لدور متاعك دور حلومة حلومة المعينة هكا نجم نقول عليك هي مش معينة خطر خدمناها هي جوفرنانت ولكنها نوعا ما هكا معناها تراب العشرة تراب الناس هذوما ما حبتش تسيبهم ما حبتش إذا كي تحت بيهم الدنيا ما حبوش يخرجوا هالكيب هذية اللي تخدم في الدار سواء الطبيخ وإلا الجنين وإلا الجوفرنانت هذية دونك تاحوا في منطق أنا معاكم عاونوهم بالفلوس صرفوا مع الدار واللي تعاون فيهم في الدار كي المرأة اللي تنظف مشيت معناها معناتها ولا عندها صلاحيات أكبر بعد لأنه باش يدخلوا في خنيخش الدار في مشاكل الدار معاش في مشاكل الخدمة ومشاكل الوزير وأسرار وهو عندها ولا لا في مشاكل الدار أما كوثر لاحظنا أنه الشخصية قاعدة تمشي وتتطور شخصيتك أنت معناتها حضورها يولي أكثر قوة في الـ في الـ في الـ في, الـ في العمل هذا بصفة عامة معناتها وين باش توصل بينا الشخصية هذه والله باش توصل بينا ما كان نقول لكم لا بخطوط كبرى خطوط كبرى توصل انه الناس يعني مهما كانت علاقاتهم في الدنيا سواء كان مهنيه او شخصيه من بعد ما يدوم حتى شايرها وما يدوم كان اكل العلاقه نتاع الناس اللي تحب بعضها والعلاقه نتاع الناس اللي تعدي لبعضها واللي مهما كانت الاختلافات نتاعهم في الاراء وفي كل شيء
جاي راهو في الاخر بك بشويه محبه يعيشوا مع بعض. كوثر دور حلومه من الاول برشا ناس ما فهموش شنو هي الحكايه، ما استوعبوش الحكايه. علاش السيت كوم ديما لازمنا نبقاو معناتها مده باش نجم نفهموا الاحداث؟ علاش المده هذه ساعات طويل؟ لا مش معناها طريقه صحيحه. كانت تنجم من الحلقة الأولى تكون سي قدمنا شخصيات وندخلوا في الأحداث. هذا شكون تحب أنت؟ أنا نحب هكا أي، معناها مش بالضرورة خاطر السيت كوم معناها التجارب اللي صارت الحلقات الأولى والثانية والثالثة تبدأ هكا فيها بقي تقديم للشخصيات السيت كوم. أما أقوى نسيبتي العزيزة ولا ده الوزير؟ لا ما فما تنجمش تقارنهم ببعضهم في القوه، في القوه مش في المقارنه دراميه ولا نحكي في القوه تاثيرهم عند العباد. سيبتي العزيزه الاولى لي ميساج اللي موجودين في دار الوزير اقوى. الاحداث مش الاحداث بالمعاني اللي حبوا يوصلوها من خلال هكا تونسي مستعد. انا حسيت انه مثلا في حلقه البارح مثلا منى نور الدين كانت هي كانها الرئيس وهي وهذيك هي معناتها تعرف وقتش تضرب الباكيته وتعرف وقتش تفك الباكيته وتعرف وقتش تخلي الوزير هو اللي يضرب من بعد هي تعاقب المثال. لكن التونسي حسب رايك اليوم كي تفرج في سيت كوم اغلب التونسي يحبوا يضحكوك الضحكه البسيطه نتاع صحيح ساعات احنا نحب انا بدي نحب نضحك الضحكه البسيطه اللي ساعات مانيش طالبه مساج منها فهمت. وفي بعض الاحيان الضحكه او حتى التبسيمه اللي تجي من مساج زاده يوصل ماهيش خايبه. دونك اذا كان مش نقولوا احنا دار الوزير شنو الفرق اللي بينها وبين نسيبتي العزيزه؟ نسيبتي العزيزه سامباتيك في فيها احداث احنا حياتنا الاجتماعيه كيفاش. اما عند العباد تقبل العباد معناتها شكون اكثر تحسوا نسيبتي؟ نحكي على الاولى بالاخص اكثر من ما نجمش نقارن ولا تتهرب. لا والله لا والله لا خاطر باش نقول لك علاش. انا ديما نقول ساعات العباد كيف يقولوا لي في الشارع كلام نقول بلكش 90% يجاملوا فيها خاطر في وجهي. ساعات العبد يولي كيرا عبد منه اللي نجم يجامله كيما ينجم يقول له بصراحة. دونك أغلب العباد اللي كلموني وإلا عرضوني في الشارع ولا قالوا لي يقولوا لي برافو محليه الصدقة به. دونك ما نجمش نقول لك بالضبط باقي. انا كنت نتفرج المره الاولى انت تعرف هذه قلت لك برشا مرات اللي كنت نتفرج المره الاولى ديما الفرجه نتاعي في يا هذه ناقصه يا هذه ما ادري شنو ما نتفرجش راهو كيما نتفرج العباد نتعبوا في الفرجه. دونك كنت نتفرج فيه مره اخرى نجم نفهم اكثر خدمتي خير من اللي نتفرج المره الاولى. بالله والله العظيم قاعده نكلم فيك معناها بدبلوماسيه نكلم نعرف به تو ما تكلمنيش بدبلوماسيه استحفظ لي على روحك هذايا. الأداء متاع أغلب الشخصيات كان فيها مبالغة شوية وإلا إفيات أكل الرا والوكواك وكل شيء كثرتهم تحس أنها يولي يفقد العمل القيمة كانوا الناس الكل تحب الضحك. هو هو كل واحد كيفاش رايه في الحكايه هذه. أنا رأيي أنا ما لو ما عنديش معناتها كيفاش يقولوا مازمش نعطي رايي في حكايه كيما رجعنا للدبلوماسيه عندك من الخبره ما يأهلك ما عندك من الخبره ما يأهلك مش باش انا بالنسبه ليا انا كي ممثل يعمل كومبوزيسيون نحب نراه حاجه بعيده على حاجات اللي فيهم كيفاش نقول لك الكلمه نحب كومبوزيسيون بطريقه اخرى ولكن ما يمنعش اللي الحاجات هذوما موجودين عندنا في لونتوراج بتاعنا كي تلمهم الكل فرد بلاصه تولي كانها اوفر دوز شويه. هي شنو هي الحكايه كي تخدم الحاجه مفرقها تراها شيء بعد وقت تلم وقتها تفهم الحكايه. مشكلة مونتاج معناتها تحسها؟ لا 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 مش مشكلة مونتاج. لي سيكونس انت بطبيعتك تراهم مفرقين شيء كي بعد ترى الحاجة مع بعضها ترى الشخصيات الكل مع بعضها تفيق اللي الناس الكل مع بعضها عندها حاجات من النوع هذا. انت قعدت محافظة على شخصيتك معناتها شخصية الرزينة اللي معناتها عادية معناتها المرأة العادية. قلت المخرج لا من لا با دي تو بالعكس المخرج هو اللي سيرني باش نخدم هكاكا معناها كيبقى انت نورمال سي سلاح وقت اللي تبدا فما حاجه زايده حاجه سيفري. انا حاولت باش نكون معناها هكا قد انت قد ولكن زاده العين البرانيه عندها قيمه كبيره معناها مانيش وحدي نخدم فما مخرج كبير كيما سي سلاح وباقي نقول مانيش نرمي في الورود خاطر سي سلاح انت الوحيده اللي قد في السيت كوم
بلكش يصيرني انا برك. انت الوحيده اللي قد قد والله حتى البارح تفرجت في صاحبتهم زاد كيف كيف تتكلم بالثاء. على كل حال انا سلاح التوجيهات اللي عطاها لي مشيت بها مع اضافات بطبيعه الحال نتاعي انا ككوثر سي نورمال هذيك لازم خرجنا بالنتيجه هذيك في حلومه. عندنا اليوم مشكله ضحك في التلفزه التونسيه في التلفزه التونسيه ولا لا؟ اي عندنا مشكله ضحك. شو السبب نتاعها بصراحه؟ السبب نتاعها لازم الكتاب نتاعنا يكتبوا ببساطه كبيره اللي هي مش سهله بالكل بيه. واللي هي صعيبه برشا تشوف قد واللي زاد العبيد اللي تخدم ما تحاولش تضحك ما لازمكش ما تعملش مجهود باش تضحك انت ماكش مشغول باش تضحك اخدم حاجه قد قد وصحيحه وكان ضحكت تضحك بيه. فما برشا عملوا مجهود باش يضحكوا ترى فيهم في التلفزه اي فما بالطبيعه فما اصحاب عملوا مجهود ومساكن تلقاهم معناتها عاملين مجهود كبير نتفرجوا له في التلفزه لوجوا على بذره نتاع سفيان شعري جديد اللي هو شكونه؟ نسألك سؤالك تبقش ترى ما فماش بدرة شو سفيان الشعري ما يجي حد كيف سفيان الشعري الله يرحمه وينعمه وكل إنسان موجود في هالمهنة هذه حد ما يعوض حد كل إنسان ربي سبحانه خلق ما فماكش تشوف في إنسان تقول هذايا بعد 4-5 سنين ينجم يولي كما سفيان الشعري لا ما ينجمش حتى حد يكون كي سفيان الشعري مش يكون كما هو كما نفسه الشخص اللي باش يطلع هذايا يكون هو الناس الشخص هذا قاعد يتطور وكها وما سفيان حاجة كما فما برشا ممثلين مش يجيوا حد كيفهم لطف عليهم وبعيد الشر عليهم ما ينجمش يجي ممثل كلامين النهدي ما ينجمش يجي ممثل كمال التويتي ما نجمش تجي ممثله كيما منى نور الدين واضح هذوما عباد يعني كل واحد عنده ميزه وخاصه خاصيه في الشخصيه نتاعو اللي ما يعوضها حد. كوثر يعطيك الصحه نشكرك برشا الوقت معك يتعدى فين قل لي سمعت اللي باش تدخل مجال تقديم البرامج التلفزيه ومحضر برنامج للاطفال اي ان شاء الله ان شاء الله أي. الفكره هذه تتحدد سي اي ان شاء الله قريب ان شاء الله على نسمه ان شاء الله برنامج ديما كوثر تابع نسمه لا علاش مش حكيت طبعا نسمة ولكني تعاملت انا مع نسمة لقيت راحة الحق معاهم معني خدمت كيما خدمت معاكم قبل وكيف كيف لقيت راحة زادة معناتها ماهيش الحكاية انا ممثلة عملت كونترا مع نسمة نجحنا في الخدمة عاودوا معايا وكل ما نكملوا الخدمة هما الميزة متاحهم وقتش نجم البرنامج نشوفوه والله حسب معناتها سي نبيل القروي يقول لي اللي قريبا مش نبداو نعديو لانونس متاع برنامج الأطفال قريبا على قناة سميته؟ أنا سميته عصافر جنة بارح. إن شاء الله أنت قلت لي ممكن ياسر هالاسم سمعته قبل خلينا نشوف ونتأكدوا من الحكاية وقيدوا في الحقوق الملكية الأدبية.